محمد نايف كبهة من عرعرة، حاليا مفتال. ان انا بشكل عام انا مش كيف ان انا بسيط، مش انسان عنده طموح عالي او بحبس دفريم عالي. بشكل عام انا بهمني فلسفه الحياه اكثر من الحياه، لانه الانسان اذا بعيش الحياه بدون فلسفه هو بعيش كالحيوان. فهم اسئله هي بتنسال انه شو انا بساوي هون، شو مقصدي في الحياه، وين رايح، شو بستنى فيه، هل في اله فيش اله، في دين فيش دين. انا اعتقد انه مثل ما قال برتنارد راسل في مقال مدح الكسل، انه تقسيم الثروات او تقسيم المادي غير عادل، يعني البشريه بتشتغل فوق طاقتها وفوق حاجتها. فالعالم مش بحاجه لكل هالمصانع اللي تشتغل 24 ساعه، والانسان العامل البسيط مش ملحق اخر الشهر. من هاي المنظور انا اؤمن في نظريه برتنارد راسل، وانه لازم يكون في عداله اجتماعيه لكل الناس، وهو هذا اهم شيء. يعني بالنهايه تقول لي مثلا اسرائيل، تقول لي فلسطين، تقول لي هذا، انا كمواطن هذا مش لو مدبر الي. انا اللي بيحكي لي شو انا عايش، قديش معي مصاري، انا بقدر استمتع، بقدرش استمتع، بقدر اخذ حريتي، في حريه فيش حريه. هاي اهم اشياء موجوده في العالم.